في ظل الأحداث اللي بتحصل في غزة دلوقتي، احنا معانا فيديو بيوثق اعتداء الإسرائيليين على شاحنات المساعدات الإنسانية اللي كانت متجهة إلى قطاع غزة. خلونا نشوفه مع بعض. الحقيقة زي ما احنا شايفين، يعني مشهد بيعكس همجية الاحتلال الإسرائيلي. المشهد ده اتكرر على مدار الأيام الماضية أكتر من مرة، يعني كان في سماح من القوات الإسرائيلية للمستوطنين وللإسرائيليين بالهجوم على هذه القافلة الإنسانية على مرأى ومسمع الجنود الإسرائيليين، لأنه المنطقة اللي احنا شايفينها دي يعني موجود فيها الجيش الإسرائيلي بالكامل، فهو بيسمح لهؤلاء الإسرائيليين بالاعتداء وإفساد المواد الغذائية اللي متجهة إلى قطاع غزة. يمكن ده رد على بعض الادعاءات الإسرائيلية إنه ما فيش شاحنات للمساعدات. الشاحنات هي زي ما حضراتكم شايفين قدامكم بيتم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين الإسرائيليين. يعني فعلا بيعكس همجية المستوطنين، ويعني طبعا زي ما انت قلت يا محمد انه كمان الجيش الإسرائيلي بيسمح ليهم، بل بالعكس بيدعمهم كمان للاعتداء على الشاحنات.